من هو الجنرال قاسم سليماني والذي قيل عنه يوما ما إنه يحكم بغداد؟ المسؤول عن التصعيد العسكري في سوريا، وصفته واشنطن بوست بأنه من أهم صناع القرار في السياسة الخارجية الإيرانية. مصدر عراقي رفيع المستوى كشف أن سليماني وصل بغداد ويدير العمليات هناك. من هو سليماني وما هو دوره؟ التفاصيل مع زميل يمان شواف. هذا هو الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ولد عام 1957 في مدينة قم، ينحدر من محافظة كرمان الصناعية. التحق سليماني بفيلق الحرس الثوري الإيراني أوائل عام 1980، شارك في الحرب العراقية الإيرانية، ثم تم ترقيته ليصبح واحدا من بين 10 قادة إيرانيين مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود مع العراق. عام 1998 تم تعيينه قائدا لقوة قدس في الحرس الثوري خلفا لأحمد وحيدي. في 24 من يناير كانون الثاني عام 2011 تم ترقيته من رتبة لواء إلى فريق. لسليماني حضور قديم في الأنشطة العسكرية الإيرانية، ففي الحرب الإيرانية العراقية قاد فيلق 41 ثار الله، وهو فيلق محافظة كرمان، فضلا عن قيادته الكثير من العمليات العسكرية أثناء الحرب. تولى سليماني أيضا بأمر من المرشد علي خامنئي، تولى مسؤولية السياسة الخارجية الإيرانية في عدة دول منها لبنان، العراق، أفغانستان، فلسطين وسوريا. يتهم سليماني بالتدخل في العراق وسوريا وزعزعة الأمن فيهما. كما قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن البغداديين يعتقدون أنه الذي يحكم العراق سرا، بينما اعتبرته صحف أمريكية شخصا متطفلا وخطرا ضحى بحياة العديد من العراقيين من أجل مصالح إيران، وتصنفه الولايات المتحدة كإرهابي. يحاول دائما تجنب الأضواء ولا يفضل الجلوس إلا في الزاوية، ويستمع للكلام أكثر مما يتحدث. كان لسليمان دورا كبيرا في إدارة ما يجري من سوريا وتوجيه القوات التابعة للنظام واللجوء إلى الحل الأمني والتصعيد العسكري بوجه تظاهرات سلمية، وأسفرت عن تدمير سوريا وإعادتها عشرات السنين إلى الوراء. ها هو اليوم يعيد نفس التجربة في العراق، خصوصا بعدما كشف مسؤول عراقي كبير لصحيفة ساندي تايمز البريطانية أن اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية يدير العمليات الآن في العراق. وأكد أن سليماني وصل إلى بغداد الأسبوع الماضي مع 67 من كبار مستشاريه. وقال المصدر أن سليماني هو الآن مسؤول عن تسليح ونشر القوات والأسلحة والتخطيط للمعارك في العراق، وأضاف أنه جلب معه أيضا أسلحة خفيفة ومتوسطة وصواريخ ورشاشات ثقيلة والكثير من الذخيرة. وصول سليماني إلى بغداد لقيادة العمليات هناك تزامن مع انتشار 3 وحدات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسب ما ذكر مسؤول أمني عراقي، مضيفا أن كل وحدة تضم حوالي 500 مقاتل على الأقل. سيناريو هذا الرجل سليماني في العراق لا يختلف عنه في سوريا، والذي تمثل بالتصعيد العسكري والتدمير بدل اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية في التوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف سواء في سوريا أو في العراق. مجددا، التدخلات الإيرانية بقيادة هذا الرجل في الدول العربية تسهم في التدمير وتصعيد الأزمات بدل حلها.